اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامج الفار مع احمد نادر على قناه الاهلي اونلاين تي في. النهارده عامل لكم طبعا حلقه جديده وحلقه قيمه سمعكم جميعا وقام بنتكلم فيها طبعا على يعني تعتبر اخر مباراه محدده للنادي الاهلي واللي كانت امام فريق بيراميدز القوي جدا 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 واللي انتهت بالتعادل بصفر صفر بين الفريقين. وطبعا يعني كان اكتر ناس متابعين المباراه دي ولا هم جمهور الاهلي ولا هم جمهور يعني بيراميدز مالوش جمهور يعني ما علينا. المهم يعني ان هو كان جمهور الزمالك طبعا اكتر ناس متابعه علشان المباراة دي ليها دور كبير جدا في حسم المركز الثاني بين نادي الزمالك ونادي بيراميدز وده اللي هيترتب عليه بشكل كبير جدا حسم مين اللي ممكن يوصل لدوري أبطال أفريقيا كتاني للدوري المصري. شوف بقى ما بعد شكل المباراه الغتيته والرزله اللي كان بين النادي الاهلي ونادي بيراميدز دي. الاهلي لعب بحراسه المرمى كان فيه علي لطفي وقدامه طبعا اثنين مساكين ياسر ابراهيم وحمدي فتحي على اليمين محمد هاني وعلى الشمال احمد فتحي. اثنين في خط النص كان عمرو السوليه والدبابه اليو ديانج وكان قدامهم حسين الشحات وجونيور اجاييه ومحمد مجدي قفشه وكان في الهجوم موجود محمود عبد المنعم كهرباء. طبعا زي ما شفنا مع بعض المباراه كانت مباراه غلسه ومباراه غتيته وكلها مساحات مقفله وبيراميدز بيحاول ان هو يحرم الاهلي من الاستحواذ على الكوره وده طبعا الفكر اللي جاي بيه موسيماني اللي هو فكره الحفاظ على الاستحواذ على الكوره والاهلي في نفس الوقت بيحاول ان هو يضغط على خط وسط بيراميدز بكل ما اوتي من قوه علشان يقدر ان هو يحسم المباراه بدري وده بيحاول يهاجم وده بيحاول يهاجم والفريقين بيبنوا هجمات. شايفين كفاح وصراع في نص الملعب شايفين كفاح وصراع في كل الخطوط. بيراميدز بيضغط بكل خطوطه على النادي الاهلي بيحاول ان هو يكسب ضربات بيحاول ان هو يلعب لعبه. الاهلي بيحاول ان هو يشوط من بره ال 18 وهكذا. مباراه سجال بين الفريقين لحد ما في الدقيقه 40 طبعا جت هدف لنادي بيراميدز ولكن تم الغائه طبعا بالرجوع للفار وهنرجع للفار وهنقول ان ده كان قرار صحيح ولا لا. وفي النهايه انتهى الشوط الاول بتعادل الفريقين 0-0 وخلال الشوط الاول كمان شفنا اصابه محمود عبد المنعم كهربا وشفنا ان بادجي نزل في الشوط الاول وكمان شفنا لقطه طرد عمرو السوليه خط وسط النادي الاهلي واللي طبعا اثر بشكل كبير على النادي الاهلي وطبعا برده تم احتساب الطرد بعد الرجوع للفار وبرده هنرجع في لقطه الفار ونقول ان ده كان قرار صحيح ولا خاطئ. خش بقى على الشوط الثاني. الاهلي بيلعب 10 لاعبين قدام فريق بيراميدز الجبار واللي بيحاول يضغط بكل قوته على النادي الاهلي وفجاه بقى الاهلي قرر يبقى اتلتيكو مدريد الغلابه اللي هو احنا بص احنا يا باشا احنا قاعدين هنا انتوا بقى بص الحلو فيكم عدي لعيبه الاهلي كلها قتله في الملعب مفيش حد هيعدي من هنا محدش هيتعلم هنا ويعني لعيبه بيراميدز عملوا كل شيء عشان يستطيعوا ان هم طبعا يتفوقوا على الاهلي وطبعا زي ما احنا عارفين ان كان في ضربه جزاء حسبت للنادي الاهلي في الشوط الاول وضيعها محمد مجدي قفشه وطبعا تصدى ليها المهدي سليمان وطبعا ده يعني كان مأثر في الشوط الثاني لان الاهلي كان ممكن يبقى بيلعب 10 لاعبين لكن متقدم ولكن ضربه الجزاء اثرت مش هنقول على معنويات النادي الاهلي ولكن اثرت على سير اللقاء وخلي بيراميدز طمع في اللقاء اكتر وحس ان هو اللقاء ده ممكن يبقى يعني دي علامه مارد ان هو حظ ان هو يتفوق على النادي الاهلي ولكن لعيبه الاهلي لعبوا بكل بساله وبكل جداره وبكل استبسال وقفشه كان ليه لقطه ثانيه طبعا كان ممكن برده تضمن التقدم للنادي الاهلي بالشوطه اللي شاطها من بره 18 وطبعا العارضه زغرطت مننا سمعنا صوتها كلنا في بيوتنا وبيراميدز حاول ان هو يضغط والاهلي حاول يقفل كل خطوطه بكل شكل ممكن لتنتهي المباراه بتعادل الفريقين 0-0 وبكده يبقى بيراميدز 64 نقطه والاهلي 86 نقطه طبعا خلاص حسم الدوري وطبعا نادي الزمالك 65 نقطه والنهارده او يعني هو عنده المفروض مباراه مع حرس الحدود لو الزمالك كسبها هيبقى بالنسبه له طبعا فكره حسم صعود لافريقيا اسهل وطبعا بيراميدز لسه عنده امل ان الزمالك يعني ان هو يعرقل او يحصل له اي حاجه. طبعا عايزين نقول حاجه مهمه جدا يا جماعه ان الاهلي بيثبت كل مدى ان هو نادي كبير وان هو نادي فعلا بتاع مبادئ ده مش اي كلام شعارات. الاهلي بيلعب قدام بيراميدز بكل شرف وبكل قوه ومعتبرها مباراه كانه بيلعب على مثلا بطوله دوري ابطال افريقيا او حاجه زي كده ولا بقى فكر ان انا فوت ولا اصل انا المنافس التقليدي مش عارف اعمل ايه ولا لعب بالناشئين. بالعكس هو لعب بكل القوه المتاحه بالنسبه له وقدر ان هو يعمل افضل شيء ويؤدي بافضل شكل ممكن قدام فريق بيراميدز. اما بالنسبه للقطه الفار واللي بنرجع فيها للقطات التحكيميه الحلوه بس شقيه فتم الاحتكام طبعا للفار في لقطتين مميزتين جدا وهي الهدف اللي احرزه نادي بيراميدز والكره اللي هي اترفعت بالعرض ونط
18 واحد من بيراميدز. المهم يعني ان هم كانوا كلهم مش تسلل، ولكن في لحظه لعب الكوره كان اللاعب اللي وصلت له الكوره كان متسلل، الكوره جت في رجله، جت للاعب اللي وراه واحرزها هدف، وبكده بعد الرجوع للفار تم الغاء الهدف بتاع التسلل، وهو طبعا قرار صحيح 100% لان الكوره لمست لاعب بيراميدز وهو في وضعيه تسلل عن خط دفاع النادي الاهلي. اما بالنسبه للقطه الثانيه وهي اللي تم الاحتكام فيها للفار، كانت طبعا لقطه طرد عمرو السوليه، وهي الكوره المشتركه اللي كانت بينه وبين اللاعب بتاع بيراميدز، وهو يعني هو اكيد طبعا عمرو السوليه لاعب كبير ولاعب يعني اكيد مش قاصد ان هو يعمل ده، ولكن هو غصب عنه الراجل عمل كده، فالكوره يعني او ايده بكوعه كله دخل في عين اللاعب بتاع بيراميدز، فللاسف طبعا ده ادى لاصابه اللاعب، وبعد الرجوع للفار تم احتساب طرد لعمرو السوليه. وانا من موقعي هذا بقول ان ده برده قرار صحيح، وهو طبعا السوليه كان غير موفق في الحركه دي، واحنا يعني عارفين ان بقى في حماس في الملعب وساعات بقى في احتكاكات غير محسوبه او انت بتلعب على الكوره فغصب عنك بتخبط لاعب، ولكن في النهايه هو القرار كان صحيح وعمرو السوليه كان يستحق الطرد، فبالتالي اللقطه كانت صحيحه تحكيميا 100%. اما بالنسبه للبابا الحقيقي فياخدها معانا النهارده أليو ديانج. أليو ديانج يا جماعة يعني اللهم صل على النبي، الراجل دبابة في نص الملعب، مفيش حد بيعدي، الراجل بيضغط بكل قوة، قافل على مراوح لاعبي بيراميدز، بنلعب 10 بنلعب 5، الراجل ما شاء الله عليه يعني مسمار في نص الملعب، وقدر ان هو يعوض غياب اللاعبين الموجودين في نص الملعب، يعني بعد طرد عمرو السوليه طبعا حصل تاثير كبير في نص ملعب النادي الاهلي، ولكن أليو ديانج قدر ان هو يلعب ويقف بالمرصاد للاعبي بيراميدز، فتحية كبيرة لأليو ديانج وبندعو كل اللاعبين للحصول على لقب البابا الحقيقي. اما بالنسبه للقب الاخر وهو لقب محترم فبياخدها معانا مناصفه اولا اللاعب محمد هاني، واللي امبارح ادى مباراه عمره على المستوى الدفاعي وكان واقف بالمرصاد للاعبي بيراميدز، وقدر ان هو يعني ادي ادوار دفاعيه قويه جدا وكسب اكتر من تاكلينج، يعني عرقله او اللي هو يعني لما مؤاخذه تتزحلق لما تدوس دايره عارف لما تدوس بتزحلق نازل على هو دي، فقدر محمد هاني ان هو امبارح يقدم اداء متميز جدا ويحرم لاعبي بيراميدز من هجمات كبيره وهجمات كتيره، وطبعا بنوجه له التحيه بشكل كبير على الاداء المتميز اللي اداه امام نادي بيراميدز. اما اللاعب الاخر طبعا فهو الجوكر الكبير احمد فتحي، واللي بنوجه له تحيه كبيره جدا لان الراجل هو تقريبا بيلعب اخر مباراه ليه مع النادي الاهلي، ومع ذلك هو بيأدي بكل قوه وبكل احترافيه امام نادي القادم اللي هو نادي بيراميدز، الراجل بيلعب بكل قلب وكانه شاب عنده 17 سنه بيلعب بقوه وباحترافيه، ما قالش بقى اصل ده ناديك الجاي ولا انا اصلا المفروض اعمل مش عارف ايه، لا بيلعب بكل حب وبكل قوه للنادي الاهلي، وفي نفس الوقت النادي الاهلي مديله اشاره الكابتنه وبيقدره، فتحيه متبادله لاحمد فتحي وللنادي الاهلي اللي بيكرم لعيبته ويعني بيقدم لهم كل شيء متميز، شكرا احمد فتحي، شكرا للنادي الاهلي. دي كانت نهايه حلقتنا من برنامج الفار مع احمد نادر على قناه الاهلي اونلاين تي في. سؤال الحلقه النهارده، ايه رايك في اداره كابتن موسيماني للمباراه؟ هل انت شايف ان هو ادارها بشكل موفق وسط الغيابات ووسط الظروف الغريبه اللي حصلت والاصابات ووسط كل اللي حصل خلال المباراه، ولا انت شايف ان كان ممكن يتم اداره اللقاء بشكل احسن ويتم مشاركه لعيبه تؤدي لكفاءه اكبر في الملعب وتؤدي لفوز النادي الاهلي؟ مستني طبعا اراكم في الكومنتات ومستنيكم تتفاعلوا معانا في برنامجكم القيمه والقامه، برنامجي وبرنامجكم المفضل برنامج سامع عليكم.